في هذا المستودع الصغير البسيط بأحد أحياء مدينة السوجر بولاية تيارت، تقوم سلاف حكوم بصناعة المواد الشبه صيدلانية بإمكانياتها البسيطة. الشابة الجزائرية أرادت أن تجعل من هذا المشروع إضافة للقطاع. نخدم منتجات للأطفال، منتجات الكبار. عندنا لوتاك بور بيبي، عندنا لافازلين بور بيبي ولافازلين بور أدولت. المنتجات الأولية تاعنا نختارهم بعناية من مصادر موثوقة. عندنا المطهرات لي زونتيسيبتيك، كيما عندنا الكحول الجراحي، عندنا ليوزين لابيتادين، يعني المطهرات بصفة عامة. عزيمة وإصرار السلاف بالإضافة لخبرتها بعد تخرجها من الجامعة في مجال اختصاصها عوامل مكنتها من تطوير مهاراتها في إنتاج المواد شبه الصيدلانية، وأهمها تحقيق اكتفاء جزائري ذاتي. تنويع المنتجات باش نقدروا ندخلوا السوق في شتى المجالات اللي تخص الإنتاج مواد شبه الصيدلانية ومواد التجميل. الهدف تاعنا من توسعة المشروع، توسعة الإنتاج، راح نقدروا نوفروا مناصب شغل بزيادة على اللي عندنا. تعتبر من النشاطات يعني الرائدة يعني والتي يعول عليها كثيرا يعني في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والاستغناء عن الاستيراد. يعني كما تشوفوا المنتجات والعلامة يعني التجارية على المؤسسة راهي يعني في نمو وتطور إن شاء الله. سلاف وبنشاطها المتميز فتحت المجال أيضا أمام شركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المختصة منها في المواد الأولية ومعدات التوضيب والتغليف، وهو ما يسهم في توفير عشرات مناصب الشغل.